وهم العرب قد ارتدوا إلا أهل المدينة وثقيف وقريشا وبعض العرب من هنا وهناك. بعد موت المصطفى قد تمهر الردة، من هو المرتد عندنا ومن هو الثابت؟ فاستراح مسالمة حتى وقت مخدة، واستتب نمر واطمع المعادي خابت، والخوارج شرهم جزاء يسابق مدة، والفتن بالشام وانفس العباد ارتابت. انت خا عبد الملك يوم الخطر والشدة، العراق قدر ما هو علته مطابق. اهتم الحجاج ووجه الرجال مصده، لين توبها بحد السيف حتى تابت. انتم الاسلام وفتوحاته الممتده، لين صارت دوله من الشمس عنها غابت. عزمكم من جدكم والعلم عني رده، ما تغير عزمكم لو النوايب نابت. يا ثقيف اللي معه مجد شبه عده، ما تجيب امجاد الطمله والقوافي شابه.